وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أشبال مصر الرقمية لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات لنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة الانتهاء من إنشاء مدينة المعرفة على أعلى مستوى تكنولوجي فضلا عن التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مختلف في محافظات الجمهوريه اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه المشروعات القوميه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص حوافز مجزيه لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج اشبال مصر الرقميه. وذلك لتعزيز التنميه البشريه وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد عرض الدكتور عمرو طلعت سير العمليه الدراسيه بجامعه مصر المعلوماتيه الى جانب الموقف التنفيذي لمدينه المعرفه بالعاصمه الاداريه الجديده. حيث وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجي، فضلاً عن التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور تدعيم البنية التحتية والمعلوماتية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم. لارتباطها الوثيق والمتكامل مع عمليه التنميه بما في ذلك التوسع في شبكه الانترنت الارضي فائق السرعه عن طريق نشر استخدام شبكات الالياف الضوئيه وكذلك زياده اعداد ابراج المحمول لتحسين الخدمه في كافه ربوع الجمهوريه